يوم الأحد إن شاء الله راح نطلق استمارة التعيينات. أكرر، هذه التعيينات وفق الاختصاص، هذه الدرجات وفق المفاضلة. وصلتني قبل أيام أنه البعض يحاول أن يكذب على الشباب، شبابنا أبناء واسط، الأبطال، الأخيار، الشباب الواعيين، لا يلعبون بعواطفكم ويقول لك تعال اعطيني فلوس وأنا عينك. والله العظيم ما بيها أي واسطات. المفاضلة تقدم، راح نفتح التقديم بالوحدات الإدارية، تقدم وعدنا مفاضلة، الزوجية، الشهادة، المعدل، سنوات التخرج، كل هذني يحقق النقاط مالتك، وأيضا الاختصاص اللي مطلوب، وراح أيضا كل الاختصاصات تكون موجودة. فأجدد أنه احذروا من ضعفاء النفوس، احذروا من يحاولون أنه يستميلوكم لأشياء خطأ، وإن شاء الله كل من يأخذ حقه في التعيينات. والله إنه ما راح نسمح لأي أحد أن يؤثر على الشفافية في إدارته، وكل من يأخذ حقه بطريقة صحيحة.